يا ما الله لا يحرم الدوره معك جاي سيدنا محمد يا ابو عبد. انت كوني منيحه وبطالك دائما. تقبلني ان شاء الله. والله دايما الدوم منيحه، بس بسوي لك انا ما بسوي شيء. لك بتنقي كثير. هلا شلون اليوم هالهوايات والبرودات؟ ايه سويت هالجنب ابو عبد هون، هالطلع كثير كنت احبه. وين موضع المسرح ابو عبد؟ فوق بالقلعة. يا الله بدك تاخذني على الحفلة الجديدة؟ ان شاء الله ان شاء الله. ايه انت بس مثل ما صوت صوت خلق ابو عبد صوت. فرجيها للعالم البسط اننا هم مبسوطين. مبسوطين ليش لا؟ مبسوطين. يا ملا العين ريحة تحرقنا. لا يا ملا الله ان شاء الله الحمد لله الله يك سلمنا والله من احسن لاحسن. امين يا رب امين. ايش هالانوار ايش هالشيء بياخذ العقل؟ ابو عبد هداك ايش عبدي؟ بليله؟ ما بعرف ايش. الله الحمد لله ياكلين متغدين متقلين ما بدنا ناكل شيء. ما بعرف بليله مشويه اللي يحتاج يحتاج. بس واحد يكون جوعان. صحيح؟ مالك جوعان انت؟ الله اكل متغدي مع حاشي ونشفان حلقي ما بدنا شيء. يا ابو عبد ريح بليله هذا ابو شار. ايه اشواد كمان الله بلا الله ملح ما ملح الله يرتفع. طيب احسن ما وحده تساويه في البيت تطلع روايح تخطو قدامي. ضغط الضغط يا ام عبدو. الله كمان ارفع ضغط. لا انا ما بحكي مشاني مشانك انت قلت لي اذا جوعان. ما بتبدك تكسر صحن بوشار؟ ما هي عم حطوه بالعلبه ابو عبد تفرج يا عيني. موسيقى موسيقى اه خلصنا بقى ما عاد خلصنا بقى الفيه. هي غزل البنات هي؟ ايه كمان سكر بتعرفي هي كلها سكر. ايه غزل البنات يا اختي فرحه فرحه لانه عاملني ايش بك عم تكركر؟ ياي ابو عبد هذا بقر لفرس لاشو مش عرفني هذا حصان كني لا بعرف هي اكل بلا في امكانيه نطلع لنا دوره فيه. الله خليه عم يسترزق منه تكرسحي للبغل. بعت لك الهنا ان شاء الله يا ابو عبد. بلاش كتر بس بياخذوا لك اللي بتعملي لك فتله. لا بعت لك الهنا منيح بركنا زي ما وقفشيني والله. كمان بيختل لك الله زلغوطي لك زلغوطك كذا يختل لك الله تدق فيك الحميد. فرحانة فرحانة بهالخلق بهالعالم يا ابو عبد والله فرحانة. يا ما الله إلهي ربي يرد الأمن والأمان لهالبلد إلهي يا الله. مشتاقلك يا نور عيوني مشتاقلك يا حلب يا عيوني حتى يا يا مالي الشام الله يا مالي قال المطال يا حلم تعال.